بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أجدد بكم التحية والترحيب في مساء هذا اليوم وبانطلاقة أشواطنا الخاصة باللقاية لإشعارات أصحاب السمو شيوخ والسعادة. ينطلق شوطنا قبل قليل الخامس عشر الخاص باللقاية الابكار 5 كيلومترات، مقدمة الشوط المركز الاول، وتابع انطلاقة طرب لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري الشبلي، وتابع لنا هذا الشعار، شعار هجن الشحانية ومع طرب بالتحديد المركز الثاني. وتابع الحضور في هذه اللحظات من غنايم هجن الغرافة الحاضرة في هذه اللحظات، وسالم بن عامر المدهوشي يقدم لنا انطلاقة وحضور غنايم المركز الثالث اللي تسللت من الجانب الأيمن من المركز الثالث إلى المركز الثاني إلى المركز الأول. انطلقت ما شاء الله تبارك الرحمن، هنالك مروب لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل الحاضرة في هذه اللحظات. انطلقت على البداية الأولى، ينطلق شعار هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المركز الرابع. أتابع الحضور من أثير لهجن إنتاج أم الزبار ومحمد بن بخيت بن برقان المقارح، يتابع لنا انطلاقة وحضور هنالك أثير المركز الرابع. المركز الخامس الحاضرة في هذه اللحظات، أختم به النداء مع شرارة لهجن المرقاب خميس بن سعيد الزرعي، يتابع لنا حضور وانطلاق شرارة. هكذا أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل عبر قناة الريان، أعلنت على حضراتكم الخمس المراكز الأولى في هذا التجمع الأخوي، في هذا التجمع التراثي في رياضة الآباء والأجداد، عرقة الماضي وطموح المستقبل وفخر للأجيال، رياضة الهجن العربية الأصيلة. الله يا هذا التراث العريق، هذا التراث الأصيل، الهجن العربية الأصيلة. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، من تنطلق في هذه اللحظات؟ أعود إلى مروب، من تنطلق على المركز الأول لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل، من يتابع لنا مروب أو مروب، من انطلقت إلى الصدى، مشكور يا مخرجنا. العودة إلى المركز الثاني، أتابع الحضور في هذه اللحظات من طرب لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري الحاضر على المركز الثالث، مقدم لنا طرب المركز الرابع. أتابع الحضور في هذه اللحظات من أثير هجري إنتاج أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان المقارح، والأسماء اللي حضرت في هذه اللحظات الواصلة القادمة بكل قوة بكل عنفوان. أرى هنالك هجري الشحانية الحاضرة بشعار سالم بن فاران المري، من يتابعنا الحضور في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى مروب. مروب انطلقت السيارة، السيارة تنتظر فائزا من بين هذه الأسماء، وابن عقيل، بن عقيل إلى هذه اللحظات يقود المسيرة بكل ثقة، السيارة تنتظر. الله 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 الله، ثنائية تنطلق في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، أرى شعار طرب لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري الحاضر. أيضا هنالك الشوشلية أو النداء لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني حمد بن محمد الجرحب، من يتابع لنا الشوشلية. الله
ايضا ارى حاضره شقره لهجن الشحنيه سالم بن فران المري. لكن عود الى مروب 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 مروب. الله 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 الله, الله. انطلقت على البدايه. الله يا ابن عقيل يا ابن عقيل. السياره الى هذه اللحظات الامتار الاخيره الامتار النهائيه طرب ومروب مروب طرب. ولكن مروب ذكر الله عليها وحواليها هذا الشكل المميز والاداء الخطير. هجن الشحنيه مع مروب وجار الله بن محمد بن عقيل. ثقه 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 الكبار ما شاء الله تبارك الرحمن. العصاب البطان العصاب البطان عصاب بطانها ما دار لها ما دار. سلام يا مروب سلام. السياره مع هجن الشحنيه مروب 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 وجار الله بن محمد بن عقيل بطل هذا الشوط. والعصاب البطان المركز الثاني طرب لجنة الشحنية وجابر بن سالم الفرامري. المركز الثالث هنا الكشوشلية وسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود الثاني. المركز الرابع شعار شقرة لهجنة الشحنية سالم بن فران المري. المركز الخامس شعار شرارة لهجنة مرقاب وخميس بن سعيد الزرعي. تاني نوال مبروك لمالك مروب هجنة الشحنية ولجار الله بن محمد بن عقيل بطلي هذا الشوط. من تابع لنا مروب والعصاب البطان قاطعت مسافة الخمسة كيلومترات 7 دقائق 46 ثانية 71 جزءا من الثانية.